شيء جميل صراحة انك تطلع من البيت تشوف الناس طالعين تلفريك رايحين جايين فيه. نبتدي الفلوق في هذا المكان الجميل يا اخوان. مثل ما تشوفون النخل، مجرد نخل تشوفونه ولكن يعطي انطباع جدا جميل للبيئة المحيطة. ومثل ما تشوفون بين النخل والعشب هنا فيه ممشى، الممشى هذا يمتد على هذه الشعبيات، وان شاء الله باذن الله مستقبلا راح نشوف هذا الامتداد على مناطق اوسع. الشارع هذا يا اخوان يسمونه شارع المطار. اما الاتجاه اللي انا امشي فيه حاليا هذا يوديك على خور فكان، وهذه من اجمل المناطق باذن الله اللي راح اغطي لكم اياها. طبعا مثل ما تشوفون النخل ما شاء الله من الجهتين معطي منظر للشارع، غير كذا يكتم الرياح او يخفف من قوه الهواء على السيارات. من اكثر الشغلات صراحه المميزه في الاماره الرحابه في المباني، المباني تحسها ماخذه راحتها، مساحة شاسعة قدامها تعطي جمالية للمبنى، وللساحة هذه تخدم الزوار أو العوائل اللي حابين يجلسون. خلنا نشوف المبنى اللي على اليمين هنا، تقريبا أول مبنى هذا في المنطقة، مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار. ما أدري يسمحوا لي أدخل ولا نتلود. يلا أصلا عادي، أصلا جيت أصور مكان ثاني، لازم أرويكم المنطقة هذه. الشارع هذا اسمه شارع الابتكار. لو تلاحظون على اليمين هنا في تلفريك، مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، هذا النوع الجديد من وسائل النقل في الدولة بيساهم في نقل الركاب ونقل حاويات الشحن وبسرعة توصل ل 500 كيلومتر في الساعة. طيب لو نترك الشارع ونرجع مما كنا، يجينا على يميننا ما شاء الله تبارك الله أكاديمية الشارقة للتعليم. هنا مثل ما تشوفون الشباب تجمعوا تمارين رياضية، ما أدري هي تمارين كورة ولا. والدوار اللي عقبه تجينا المدينة الجامعية. المدخل هذا بحر، المنطقة هذه ما شاء الله تحتاج لها فيديو خاص. وهنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى بيت الحكمة، هذا هو بيت الحكمة. شوفوا الصرح الجميل العالمي، وشوفوا يا سلام اللي على اليسار هذا، لازم أروح أصوره صراحة قبل أدخل المبنى. المدخل سوف نعود بعد قليل، انظر عزيزي المشاهد. اخذنا لفة 360 درجة على المبنى، هذا ايش مدخل الباركنات في الاسفل. انا مش عاوز، انا عجبني المدخل الرئيسي صراحة، ونقول بسم الله ندخل باركنات. يا سلام، لاحظوا يا اخوان المقدمة انترودكشن، يعني المبنى هذا كأنه كتاب، يسعد لي فكرة صراحة. الفصل الاول تشابتر 1، شوفوا هناك الفهرس. عجبتني الفكرة صراحة. اوكي يلا يا شباب ندورنا على ورقة نبركم فيها. الأوراق فل والله. السلام عليكم. Looking for parking. Yes. Yes. يقول لي تبعني. الله عليك. ريسيرف. وكذا يا شباب بارك لنا ما يضيع. الصفحة الأولى مرة أول ما تفتح الكتاب. الحمد لله توفقنا ما شاء الله تبارك الله، واضح أن المكان فل. وإني بتبهذل في التصوير. لأنه تعرفون عوائل بنات، والله انه وحش. ساعات العمل العاصمة العالمية للكتاب 2019، كان هذا اللقب الثقافي الأرفع عالميا الذي حصلت عليه الإمارة في 2019. احتفاء بهذا اللقب جرى تدشين بيت الحكمة ليحفظ قيمة هذا اللقب ومعانيه وينقلها للأجيال المقبلة، ليكون منارة تجسد مكانة الكتاب والمعرفة في الإمارة. وأمام بوابة هذا الصرح الثقافي الفريد يشمخ نصب المخطوطة الذي أبدعه الفنان العالمي جيري جودا. الله يا إخواني دخلت المكان، هدوء تام، نفسك ينسمع بصوت عالي. يجسد بيت الحكمة مكانة الكتاب والمعرفة في الإمارة، ويحفظ قيمة ومعاني اللقب وينقلها الأجيال القادمة. ويتكون مشروع بيت الحكمة الذي يقام على مساحة 12,000 متر مربع، ويتميز المبنى ببساطة التصميم والهندسة المعمارية المعاصرة ومرافقه الفريدة والتفاعلية. ويتكون المبنى من طابقين، يتضمن مكتبة ضخمة تحوي 100,000 كتاب، وقاعات للحوار والنقاش، وأماكن مخصصة للقراءة سواء داخل المبنى أو في حدائقه المنسقة والمزروعة بأشجار فريدة خارج المبنى. ويشمل المبنى كذلك قاعة مخصصة للسيدات ومصلى، ويوفر مواقف مظللة ومقطعة تتسع ل 120 مركبة. ويقدم بيت الحكمة مفهوما جديدا للقراءة والمعرفة والتعلم
والتفاعل الاجتماعي بين الفئات والأعمار والجنسيات كافة، وصمم ليكون نموذجا عن مكتبة المستقبل التي تجمع بين مصادر المعرفة التقليدية والرقمية وبين التفاعل والتعلم، لتلتقي فيه الأصالة بالحداثة وسط تصميم فريد للمساحات والقاعات المتعددة الاستخدامات. الله أكبر. هذه المنطقة بالخلف، والله يا جماعة الخير أنا ودي تعود أيام الجامعة ورد أدرس في هذه الأماكن. يا سلام، نعمل لإثراء تجربتكم. طبعا واضح أن هالمكان راح يقلب جلسات في الشتاء، طلاب ممكن يجلسون برا يأخذون الكتاب، ومثل ما شفتوا الأماكن هناك يأخذ كتاب ويسترجعه إذا حاب أنه يأخذ البيت أو يقرأ في أي مكان ثاني. يا جماعة الخير المنظر خلاب، ودي أكتب لكم قصيدة كذا، نعطيكم بيتين ولا ما يحتاج؟ لا والله ما يحتاج. طبعا في زي الشلال كذا الصغير هنا اللي يصب من المسبح أو النافورة هذه حلوة المسبح ويصب في هذا، عرفت شلون؟ والله حيل عجبني هالمكان، والله مكان فخم راقي، مكان ناس رايقة. أول كتاب قريته في حياتي كان عبارة عن جائزة في المدرسة يعطوني إياها، كان اسمه استمتع بحياتك. أنصح الكل صراحة إنه يبتدي في هذا الكتاب، كتاب جميل والشغلات اللي فيه له يعني ملموسة تشوفها كل يوم، عرفت؟ مش إنك تقرأ شيء مثلا بعيد عن الواقع مثل الكتب الخيالية وكذا، لا، هذا الكتاب حرفيا كنت كل يوم أقرأ منه 3 أو 4 صفحات تتكلم عن موضوع معين. والله يا جماعة الخير إنه كل يوم أشوف هذا الشيء في حياتي مع الناس اللي تخالطهم في حياتك. أعلق وأصفق. طبعا فيه شعب جالس هنا لابتوباتهم يكاد ما يبانون، لكن أشغل لكم نايت فيجن. طيب هذا السوبر نايت فيجن يا إخوان، أعطوني رأيكم، ناخذ اللفة شوفوا السماء هناك. يا سلام، صراحة مود جدا قوي، أشوف فيه شغلات أنا في الواقع الحين ما أشوفها صراحة. خلنا نشوف النافورة الجميلة. مثل ما شفتوا يا اخوان المكان جدا جدا رهيب، يعني تروق غصبا عنك. اتمنى تفعلون جرس التنبيهات حتى يوصلكم اشعار للفلوق الجاي. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.